بين عباية وعباية شعره، وبين تشرين وتموز حبل صعب الكاظمي يمشي عليه بدون عصا التوازن. الشعرة أكيد مو شعرة معاوية اللي ساعة رخي وساعة شد، والحبل هو نفسه اللي يتحكم به الطرف الثالث. مو خوش بداية، بس مضطري لها لأن السبحة رجعت الطقطق وساحات التحرير فتحت حلقها. والخلاصة مزاج تشرين احتمال يرجع إذا الكاظمي ما تلاحق روحه، بس شلون يتلاحق وهو صاير بموقف المنفعل وحاصري بالزاوية؟ صحيح اجتمع بالقيادات الأمنية وطلع بيان ووعد بالتوصل للنتائج خلال 72 ساعة، بس هذا الحكي وين سامعي؟ بس لا بأيام عادل عبد المهدي. المهم خلونا نربط الخيوط وننسج العباية. التحرير شنو؟ التحرير مصب مو منباع، والجداول اللي تغذيه تبدي من يم وزارة التعليم العالي وتمتد لمدينة الصدر والناصرية والعمارة والديوانية. العناوين يا مكثرها كهرباء على أزمة وظائف، وأصحاب ستر فسفورية يقمعون أصحاب شهادات عليا. لا تنسون ملف الاغتيالات والخطف. الما ينعرف شنو دينه ومذهبه. اغتيال هشام الهاشمي كان ذروة السنام بهذا الخصوص، وقبل الفصائل الولائية استعرضت قوتها وهزت الخضراء ولسانها يهزج. اليوم دق دمامها حتى الدواير عزلت. المعنى انه الكاظمي داس على راس الحية، فكان جواب الطرف الثاني يدوس على صورته بنص بغداد. وقبل لا نحلل اسمعوا هالتسريبات التازة اللي سمعناه، انه بعض القيادات الامنية ما تخضع لسلطة القائد العام، واكو معلومات استخبارية انه فصائل ولائية هي اللي ورا تصعيد الاحتكاك بين الامن والمتظاهرين. مصدر مهم بلغنا مثلا انه المولوتوف بالتحرير هالمرة بغير ريحة، الناس تبدلت موش الاولية. واذا كان الطرف الثالث بايام عبد المهدي خاتل ورساتر قوات الامن، هالمرة من تشي على تيك توك ويدخن والكاتم جوه ابطه. لهذا معلومات الطب العدلي تقول انه احد الشهيدين اللي سقطوا اول البارحه اصيب بعيارات مسدس من مسافه قريبه، علما انه قوات الامن ما تستعمل المسدسات. مو بس هاي، البارحه بالليل يقولون السفير الامريكي متصل بالكاظمي ومبلغه ابعد الايرانيين قبل لا ندق لك طابع ولا تلح بسالفه اللجان التحقيقيه لان صارت ماسخه. اعلن عن القتل مباشرة أمام الشعب، هذا سفير الأشقر. أما السفير الشرقي إيرج مسجدي فمعبر عن انزعاجه من إقصاء الكاظمي بعض القيادات العسكرية المسؤولة عن حفظ النظام. هذا اللي سمعناه، وياها همسة محب من عمار الحكيم وصلت لذن الكاظمي قالت له عليك العباس غلس، نفس نصيحة الخزعلي غلس وقول يا الله ترى يلبسوك عباية عبد المهدي. وبما أنه وصلنا للعباية فخلونا ننهي النسج تحليلي بطريقتنا. اللي صار هو صراع بدت بوادره من زيارة الكاظمي لطهران. صناع السجاد الصبورين يقولون مقابلين وفد الكاظمي كلا على حدة، يعني واحد ما يعرف شمقيون للثاني، شنو هالخلق؟ لهذا اكو جهات ربطت بين الزيارة وتجدد الاحتجاجات، وكأن اللي صار بالتحرير وحدة من نتائج الزيارة. لا بل انه بعض الخبثاء اتذكر اللي قال الحجي ابو اسراء بحواره مع العراقية بعد التصويت على الكاظمي. تتذكرون شلون لمح انه قوى بالتحرير طلبت دعمه لتجديد الاحتجاجات وعلى اساس هو رفض وقال خل ننطي للكاظمي فرصه. البعض قروها تهديد مبطن، ويبدو انه نتائجها بدت. بس السؤال ليش هسه بالذات؟ هسه بالذات لانه زياره الكاظمي لواشنطن حانت، ويبدو انه القوى المواليه لطهران تريد اعطاء انطباع انه حصان طرواده اللي بالتحرير جاهز وممكنين ملي عبرية ومسدساتهم جوا أحزمتهم. وبهالحالة عباية الكاظمي يجوز تنقلب على بطانة وتصير عباية عبد المهدي حسرة عليه. إيه وداعتكم، هاي هاي بين عباية وعباية شعرة وبين تشرين وتموز حبل، يراد معجزة يلا الكاظمي يعبرها بسلام وما يوقع هو وعبايته.